السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا رابع؟ اليوم يمس في مادة اللغة العربية وصلنا عند درس أم قيسين للقراءة النحوية، رح نستخرج بعض القواعد اللي مرت معنا الموجودة في الدرس. بداية نقوم بقراءته، يلا يا رابع. أم قيسين، نقرأ مع بعض. تنتشر في بقاع الأردن معالم حضارية كثيرة معطرة بروائح التاريخ القديم، من أشهرها مدينة أم قيس. هذه المدينة الأثرية التي تقع في شمالي الأردن واحدة من أبهى المعالم الحضارية وأحلاها. كانت تسمى قديما جدارة، وكانت من أهم المدن. تشتمل مدينة أم قيس التاريخية على مدرجين، أحدهما المدرج الكبير الذي نحت قسم من عتبات في الصخر، وبني القسم الآخر من حجر البازلت الأسود، وثانيهما المدرج الغربي الذي يطل على بحيرة طبرية البديعة المنظر. ويستمتع زائر المدينة بالسير في شارعها المعبد بالحجارة، وعلى جانبيه تقف الأعمدة الشامخة المتوجة، ويرى الزائر في أرجاء المدينة عددا من الحمامات والبرك التي كانت أرضياتها مرصوفة بالفسيفساء. إن زيارة أم قيس رحلة لن تمحو الأيام ذكرياتها الجميلة وأجوائها الرائعة. تمام، طيب خلينا يمس، تبع معي قلمك بإيدك يا رابع. طيب يمس، تنتشر هي أول إشي بدأ الدرس بجملة فعلية أم جملة اسمية؟ تنتشر فعل ولا اسم؟ فعل إيش؟ مضارع مرفوع بالضمة، فعل مضارع وعلامة رفعه الضمة، في حرف جر بقاع اسم مجرور. الأردني هنا اللام لام قمرية صح؟ الأردني والنون مشددة. تنتشر في بقاع الأردني معالم اللي هي اسم، طبعا جمع تكسير، اسم جمع تكسير. طيب خلينا نكتبهن أنا لكم زي ما بتحبوا، إذا حسيت فيه اللي هو يا رابع عندك اللي هو بالكتاب اللي هو مش عارف تكتب، خلينا بدي أكتب لكم إياهن على الورقة. معالم اسم جمع تكسير، حضارية إيش انتهت بالتنوين الضم، نلفظ حضارية كثيرة، أيضا هنا تنوين الضم، كثيرة معطرة تنوين الضم، بروائح بي حرف جر بروائح اسم مجرور، روائح طبعا اسم جمع إيش؟ تكسير، روائح اسم جمع تكسير، التاريخ القديم. طيب من أشهرها الها ضمير متصل يعود، ايش هي أشهرها؟ المعالم الحضارية، مدينة أم قيس. هذه هي اسم إشارة، هذه اسم إشارة. المدينة الأثرية، هاي حرف مشدد، التي اسم موصول. تقع هي عبارة عن إيش يا؟ تقع فعل مضارع مرفوع في شمالي، فعل مضارع. طيب شمالي هنا ياء النسب، ذاكرين ياء النسب يا ثالث؟
يا رابع عفوا، يا النسب الأردني حرف مشدد الأردني واحدة من أبهى المعالم. أيضا هنا اسم جمع، إيش نوع الجمع؟ تكسير. الحضارية وأحلاها، كانت هون فعل ماضي، هنا التاء تأنيث ساكنة، تسمى قديما، شوف قديما تنوين الفتح أضفنا إله الألف، قديما جدارة، وكانت من أهم المدن. أيضا عندنا المدن اسم جمع تكسير، اللي هي إيش المفرد منها؟ هنا المفرد رائحة، معلم، المدن مدينة المفرد منه. طيب تشتمل هنا فعل مضارع، هاي تشتمل فعل مضارع مرفوع، وإيش علامة هاي؟ طلع على آخر حركة الفعل وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. مدينة إيش هي؟ مدينة أم قيس، تنوين الكسر، التاريخية على مدرجين، على حرف جر مدرجين اسم مجرور، أحدهما هنا همزة إيش هاي؟ همزة قطع. أحدهما الهما ضمير متصل يعود على ماذا؟ على المدرجين. إيش هم الأحدهما؟ المدرجين، المدرج الكبير الذي اسم موصول، الذي اسم موصول، نحت قسم من عتباته في الصخر، وبني القسم الآخر من حجر البازلت الأسود، وثانيهما المدرج الغربي الذي أيضا اسم موصول يطل على بحيرة طبرية البديعة المنظر. ويستمتع هون عندي و حرف عطف، يستمتع مين يحكي لي يستمتع ايش اعرابها؟ فعل ايش؟ مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يستمتع زائر، اللي هي ايش؟ اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المدينة بالسير، بحرف جر السير اسم مجرور، في شارعها المعبد بالحجارة، وعلى جانبيه تقف الأعمدة هون عندي إيش؟ الأعمدة اسم جمع تكسير، اسم جمع تكسير. الشامخة المتوجة، ويرى الزائر في أرجاء المدينة، كمان اسم جمع تكسير المدينة، عددا من الحمامات اسم جمع مؤنث سالم، والبركي، البرك اللي هي اسم جمع تكسير، التي كانت أرضياتها مرصوفة بالفسيفساء. إن زيارة أم قيس رحلة لن هنا حرف ماذا؟ نصب. تمحو فعل مضارع منصوب بالفتحة. الأيام ذكرياتها الجميلة وأجوائها الرائعة. تمام؟ طيب لحد هون يا رابع، يعطيكم العافية.